هذه ما يسمى بالسلال الإيوائية. الناس ما تقولوش الإيوائية، لما الناس يطلعون من بيوتهم حيروحوا المخيمات. طيب. المخيم ما في شيء، لازم تعطيهم مثلا ملابس، بطانيات، بوتاغاز، أواني. ونتكلم هنا ترى عن آلاف المواد الإيوائية كلها تنقل ثم تعوض بشكل دوري. يعني شوف الآن يحتاجون إلى ماء في جراكم، ماء يحتاجون إلى صحون، سكاكين، ملاعق، ملابس، بطانيات، بسط، أواني، بوتاغاز، كل شيء يعطون له بحيث أنه كأنه ساكن بيت جديد، وهي خيمة طبعا أو مأوى. فلذلك وجود سلال إيوائية يتبعها سلال غذائية، يتبعها رعاية صحية، مستوصفات متنقلة، يتبعها مدرسة برضها متنقلة. هذا هي ما يسمى بالعمل الإنساني المتكامل.